بقانون التأمين الشامل ده موجود على أجندة الحكومة التشريعية في دور الانعقاد الثاني؟ والله احنا ناقشناه في مجلس الوزراء وتقريبا انتهينا الى يعني اتفاق عليه. هو تأمين هيبقى تأمين تكافلي. يعني ايه تأمين تكافلي؟ يعني مش لازم يعني كل الناس هتساهم فيه. كل الناس هتساهم فيه بحيث يبقى عندي ايرادات. يعني مش لازم استفيد انا. يعني ممكن ادفع اشتراك ومش لازم استفيد. انما غيري يستفيد ممكن. يعني هو نوع نظام تكافلي. ويعني احسن مشرع انه لغى لهذا الاسلوب. اسلوب كويس جدا. طبعا تكلفته رهيبه جدا. يعني التكلفه جامده جدا. ويعني هي في المراحل الاخيره عمليه الدراسات عن الاشتراك هيبقى قد ايه؟ هيدفع ازاي؟ هيتخصم ازاي؟ ان في طبقات اول مره هيبقى لها تامين. طبقه الفلاحين، العمال، كل الناس هيستفيدوا من هذا النظام ان شاء الله.